مساء الخير أحمد من كوت ديفوار، أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية. بداية يعني إيه آخر التطورات الخاصة بقرار رحيل محمد صلاح عن منتخب مصر؟ فهل ليك أن تطلعنا على التفاصيل؟ مساء النور، مساء النور، تحياتي من أبيجان. طبعا اليوم الأحداث يعني فيه كانت كثيرة ومتسارعة للغاية منذ بداية المؤتمر الصحفي، والذي يعني قلنا بالأمس عندما تم الإعلان عن تواجد صلاح بصحبة فيتوريا في المؤتمر الصحفي، قلنا هنا عبر شاشة القاهرة الإخبارية أن لدى صلاح ما يقوله، أن صلاح كان مستعدا لإيصال بعض الرسائل التي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي، ومن بينها ألمح إلى ما حدث في نهاية اليوم. صلاح عندما تم سؤاله عن حالته الصحية، عن تطورات إصابته، قال أن هناك تواصلا حدث ويحدث بين نادي ليفربول وبين المنتخب الوطني، وقال ستعلمون في وقت لاحق القرار وما سيحدث. وبالتالي حسب ما علمنا أن ما حدث اليوم كان نتيجة لسلسلة من الاتصالات وتواصل حدث ليس بعد مباراة غانا بل أثناء مباراة غانا، فورا وعقب خروج صلاح مصابا في منتصف مباراة غانا حدث تواصل مباشر من نادي ليفربول مع صلاح ومن يورجن كلوب، وتم خلاله متابعة حالته، وفي وقت لاحق تم الاتفاق على أن يغادر صلاح الأراضي الإيفوارية إلى نادي ليفربول لتتم متابعته بالتفصيل من قبل الجهاز الطبي لنادي ليفربول. حدث أيضا ضغط كبير جدا لأن الجهاز الفني كان يرغب في بقاء صلاح، اللاعبون كانوا يرغبون في بقاء صلاح، لكن حدث ضغط كبير جدا من نادي ليفربول لكي يسافر صلاح في أسرع وقت. وهل في النقطة دي تحديدا هل هناك بالفعل رؤية لدى الجهاز الفني لعودة محمد صلاح مجددا للمنتخب حال الاستمرار في البطولة، أو حال أنه هو شفية وبقى بصحة جيدة؟ نعم نعم، هناك رغبة شديدة وهناك إصرار من قبل الجهاز الفني للمنتخب المصري أن يعود صلاح في أقرب وقت، وفي حالة طبعا إن شاء الله استمرار مشوار المنتخب المصري في منافسات كأس الأمم الأفريقية، لأنه تم الإعلان بشكل مبدئي عن غياب صلاح لمباراتين، ونتحدث في حدود 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا، وبالتالي يأمل الجهاز الفني في نجاح مشوار المنتخب بالبطولة وأن يتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي إن شاء الله، ومنذ تلك المرحلة سيبدأ التفكير في الاستعانة بالطبع بصلاح في حالة تعافيه بشكل كامل. وبالتأكيد كما حدث تواصل من قبل نادي ليفربول أثناء تواجد صلاح هنا في أبيجان، سيحدث العكس وسيتواصل الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الطبي باستمرار مع نادي ليفربول لمتابعة تطورات حالة صلاح وعودته إن شاء الله. هذه هي رغبة الجهاز الفني في الوقت الحالي أو فيما يخص طبعا حالة محمد صلاح الصحية. وهل يعني تمت ممارسة أي ضغوط أو محاولات لبقاء صلاح مع المنتخب، سواء منه أو من اتحاد الكورة للعلاج مثلا مع الفريق والبقاء مع الفريق؟ نعم نعم، كانت هناك محاولات وكانت هناك رغبة في أن يستمر صلاح، خاصة من اللاعبين قبل حتى قبل اتحاد الكرة وقبل الجهاز الفني، من اللاعبين كانت هناك رغبة كبيرة جدا في بقاء صلاح، لكن التواصل الذي حدث بين نادي ليفربول بالطبع وبين المنتخب وجهازه الطبي أسفر عن هذا القرار النهائي، كما قلت تحت ضغط كبير جدا ورغبة كبيرة جدا من النادي الإنجليزي لأهمية محمد صلاح. طبعا محمد صلاح هو نجم نجوم الفريق في الوقت الحالي، وليفربول في الموسم الماضي تحديدا مر بأوقات صعبة جدا وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبقيادة صلاح وبفضل صلاح أولا طبعا قبل باقي زملائه، يتواجد ليفربول الآن في وضع جيد جدا ويتصدر جدول ترتيب بريمير ليج، وهناك طموحات كبيرة جدا بالنسبة للموسم، وبالتالي فإن أمر يعني صلاح يعني أمره وشأنه مهم جدا جدا بالنسبة للمدير الفني يورجن كلوب وبالنسبة لنادي ليفربول بشكل عام، وهذا هو سبب الضغط الكبير جدا لضمان عدم تفاقم إصابة صلاح وغيابه لوقت طويل لا قدر الله يعني. طيب خلينا نسيب موضوع محمد صلاح وقول لنا إيه هي الأجواء عندك قبل مباراة كوت ديفوار المرتقبة مع غينيا الاستوائية، وكمان بعد تعادل المغرب مع الكونغو. طبعا فيما يخص معسكر منتخبنا الأجواء يعني كانت هناك مزيج يعني ما بين
يعني عدم الراحة بشأن ما حدث لصلاح طبعا، وغياب صلاح الذي كان معلوما في الأوساط يعني في كواليس المنتخب قبل أن يتم الإعلان بشكل نهائي. صلاح تواجد في جزء من التدريب لكن لم يتواجد في أرض الملعب، جلس خلف السور يعني أقل من دقيقة تقريبا، لمحنا صلاح ثم اختفى. لكن بشكل عام المعنويات كانت مرتفعة يعني بشكل عام، بعيدا عن أمر صلاح والارتباك الذي حدث جدا جدا، وكما كان الحال طبعا قبل مواجهة تصنبيخ وقبل مواجهة غانا حتى رغم النتائج غير الإيجابية، لكن المعنويات دائما في معسكر المنتخب تظهر جيدة للغاية وطيبة للغاية. هذا فيما يخص معسكر المنتخب المصري. طبعا يعني تعادل المغرب مع الكونغو له يعني شقين، الشق الأول كنتيجة مخيبة للمنتخب المغربي الذي رشحه كثيرون بعد المباراة الأولى وفتح ثانية للمنافسة على اللقب. الشق الثاني هو إظهار قوة المنتخب الكونغولي، الجميع هنا يتحدث عن قوة منتخب الكونغو وعن أنه سيكون منافسا قويا في الأدوار المقبلة، ويعني هو مرشح محتمل لمواجهة المنتخب المصري، لأن المنتخب المصري فقد الأمل في تصدر المجموعة التي حسمها منتخب كاب فيردي رسميا ومبكرا، وبالتالي أمال المنتخب المصري تتلخص الآن في الحصول على وصافة المجموعة. وصيف مجموعة مصر سيقابل وصيف المجموعة السادسة، وصيف المجموعة التي يتواجد بها المنتخب المغربي، وبالتالي منتخب الكونغو أصبح مرشحا فوق العادة لهذا المركز، إلا إذا طبعا حدثت مفاجآت أخرى في الجولات الأخيرة. وبالتالي هنا بدأ الحديث عن أن مواجهة منتخب الكونغو ستكون غير سهلة على الإطلاق، وبدأ البعض في تحذير المنتخب المصري. طبعا بعثة منتخب المغرب تتحدث بشكل أساسي عن الأجواء، لديهم معاناة كبيرة لأنهم يلعبون في مدينة سان بيدرو وهناك الرطوبة عالية جدا كما هو الحال في أبيدجان، يعني أكثر مدينتين فيهما أجواء صعبة على صعيد الرطوبة والحرارة هما أبيدجان وسان بيدرو، واشتكت طبعا بعثة المنتخب. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا من كوت ديفوار أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.